خلينا برحب بكل حضراتكم مرة أخرى. بيستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب سيراليون في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026. حقيقة في تفاصيل كتير عن الاستعداد لهذه المباراة، عشان كده بينضم إلينا هاتفيا السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبيريا. سيادة السفير، برحب بحضرتك معانا على شاشة اليوم السابع. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين يا فندم. برحب بحضرتك سيادة السفير، وطبعا في البداية هسأل حضرتك إنك تطمننا طبعا على استقبال بعثة منتخب مصر وكيفية تأمينها حتى هذه اللحظة. طبعا تم استقبال البعثة، وصلت بسلامة الله إلى الأراضي الليبرية أول أمس مساء، وتم استقبال البعثة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من المطار، مطار مونروفيا الدولي، وهو خارج العاصمة، يبعد مسافة يعني عن العاصمة، وحتى مقر الإقامة بمصاحبة من سلطات الأمن الليبرية، حتى وصول إلى مقر فندق الإقامة. وقام المنتخب الأول بأداء المران الأساسي له أمس في الاستاد اللي سيتم فيه لعب المباراة، يعني تم إجراء المران الأساسي الساعة 14 اللي هي 6 بتوقيت القاهرة، استعدادا للمباراة اللي ستجرى اليوم بعد حوالي أقل من 4 ساعات. وطبعا يعني زي ما أكيد حضرتك عارفة، وكنا يعني قلت في مداخلات سابقة مساء أمس، إن في جو احتفالي بنجوم المنتخب المصري، وفي احتفاء من الجماهير المصرية والجاليات العربية والمواطنين الليبريين اللي أحاطوا بالاستاد وأحاطوا بحافلة لاعبي المنتخب الأول، واستمروا بالهتاف وحمل اللافتات والهتاف بأسماء لاعبين الدوليين. خليني أسأل حضرتك سيادة السفير، يعني يمكن امبارح كان في أمطار أو كانت يعني حالة الطقس ربما غير مستقرة، فهل تدريبات المنتخب بتسير الآن على ما يرام أم لسه في تأثير بحالة الطقس الحالية؟ لكن هو أمس كان الجو مثالي، لم يكن هناك أمطار، كان في توقع بسقوط أمطار لأن ده لم يحدث. كان الجو أمس جاف ومشرق، ودرجات الرطوبة كانت في أقل معدلاتها، ودرجة الحرارة كانت معتدلة، ويعني فكان جو مثالي لإجراء المران الأساسي الحمد لله امبارح، فتمت أجواء يعني إيجابية للغاية. اليوم طبعا مش ه... لا مش ه... محدش يعني مش هنقدر نعرف في وقت المباراة، هل يعني هالجو ان شاء الله نتمنى انه يكون مواتي. يعني كان صباحا يوجد قليل من الغيوم مع بعض الامطار البسيطة، ان شاء الله نامل ان الجو النهارده يبقى زي الجو اللي تم فيه المران امبارح، كان جو ايجابي جدا بصراحة. طب خليني اسال حضرتك سياده السفير، لو في مواطن حابب انه يحضر المباراه، ايه طريقه دخوله لمؤازره المنتخب الوطني؟ الخطوات اللي ممكن يعملها لحضور هذه المباراه؟ الاتحاد السيراليوني، اتحاد الكرة السيراليوني، بيوفر تذاكر الدخول موجودة عند منافذ الاستاد في مونروفيا قبل المباراة بفترة، مثلا ساعة أو ساعة ونص، يستطيع المواطن أنه يتوجه إلى الاستاد ويحجز التذكرة حسب الدرجة اللي هو فيه، درجات متعددة اللي يحب هو يكون موجود فيها. طيب أخيرا سيادة السفير، لو يعني هسأل حضرتك طبعا عن الحضور الجماهيري، لو في مؤشرات حتى الآن، يعني المباراة قوية جدا وهي يعني تصفيات كأس العالم 2026 وبالطبع الكل بيترقبها، فلو في مؤشرات حتى الآن على الحضور الجماهيري؟ أمس شهدنا في المران الأساسي للفريق حضور أعضاء الجالية المصرية، حرصوا على الحضور ومشاهدة المران والتواجد في الملعب، وأبناء بعض الجاليات العربية، بالإضافة طبعا
الى زي ما كنت قلت في اول الحديث ان ابناء الجاليه، ابناء الشعب الليبيري كانوا موجودين ومحيطين بالملعب وعندهم رغبه جميله في الاحتفاء بلاعب المنتخب المصري، ولا نستطيع ان نغفل طبعا مشجعي الفريق السيراليوني. في الاخر سيراليون هي دوله جوار لليبيريا، والمسافه بسيطه جدا ما بين سيراليون وليبيريا، يعني اذا ما اراد مشجعي منتخب سيراليون مؤازره فريقهم فاعتقد انه هيكون من السهل عليهم الانتقال خلفه الى ليبيريا. ف يعني نتوقع هتكون في اعداد طبعا من ابناء الجاليه المصريه والجاليه العربيه وابناء الشعب الليبيري وكمان ايضا مشجعي منتخب سيراليون. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبيريا، نورتنا يا فندم وبشكرك على كل هذه المعلومات. نورتني يا فندم، شكرا جزيلا، وبكل تأكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على طيب المتابعة، دائما منتظرون على مدار الساعة.